أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، ونبدأها بالعناوين. وفد الحكومة في الكويت يؤكد تعليق مشاركته للمشاورات احتجاجا على خروقات الميليشيا. استشهاد طفل في تعز وخروقات الحوثيين مستمرة في الوازعية والجوف ومأرب. في اليوم العالمي للصحافة، صحفي اليمن بين السجون والمنافي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، نستهل معكم فتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات السلام بين الحكومة والميليشيا في دولة الكويت وبرعاية الأمم المتحدة. أكد عضو الوفد الحكومي لمشاورات الكويت عبد الله العليمي أن وفد الحكومة مستمر في تعليق مشاركته في المشاورات التي أوشك أسبوعها الثاني على الانتهاء. وقال العليمي إن المشاورات مع الطرف الآخر متوقفة لليوم الثالث ولن تتم، في إشارة واضحة إلى استمرار تعليق وفد الحكومة مشاركته احتجاجا على خروقات الحوثيين. إلى ذلك، توقعت مصادر سياسية أن يلتقي أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وفد الحكومة في الكويت للاستماع من أعضائه الأسباب التي دفعتهم إلى تعليق المشاركة في المشاورات. وقالت المصادر إن لقاء الزياني بوفد الحكومة يأتي في إطار تكثيف اللقاءات لإعادة المشاورات بعد تعليق وفد الحكومة مشاركته بسبب استمرار خرق الحوثيين للتهدئة. وكان الزياني قد التقى أمس الرئيس عبد الرب منصور هادي في إطار تحركات خليجية لإعادة المفاوضات. هذا وقالت مصادر سياسية إن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أخفق في إقناع الوفد الحكومي بالعودة إلى طاولة المشاورات المباشرة مع وفد الميليشيا في الكويت. وأوضحت المصادر أن ولد الشيخ عقد جلسة مع الوفد الحكومي ولم تخرج بأية نتائج، إذ تمسك الوفد بموقفه المعلن بعدم العودة للمشاورات إلا بعد توفير ضمانات بالتزام الميليشيا بالتهدئة. إلى ذلك، يواصل الوفد الحكومي تعليق مشاركته في المشاورات المباشرة لليوم الثالث على التوالي على خلفية خروقات الميليشيا التي كان آخرها اقتحام معسكر لواء العمالقة في محافظة عمران. وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة إماراتية جهود جديدة يقوم بها أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح من أجل عودة الحوار بين وفدي الحكومة والميليشيا. ونقلت صحيفة البيان أن وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح بمشاركة من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يبذل جهودا لعودة الأطراف إلى طاولة الحوار. أسبوعان تماما هي الفترة التي مضت على انعقاد أولى جلسات مشاورات الكويت التي لم تفضي إلى أي شيء. تخللت المدة الزمنية لقاءات مباشرة وغير مباشرة بين طرفي الصراع والمبعوث الأممي ووسطاء من الدولة المستضيفة، على الرغم من الإسهاب في الحديث خلال هذه الفترة عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية حول الإطار العام للمشاورات وتقديم كل طرف رؤية للحلول، إلا أن الواضح بعد كل هذه المدة أنه لا سبيل للخروج من دائرة الحريق التي ما تزال تشهده البلاد. لم نأتي إلى هنا لنسلم سلاحنا، كان هذا واحدا من تصريحات ومواقف ممثلي الميليشيا المتعددة في وضع العراقيل أمام إنجاز حلول للمشاورات التي أكدوها عندما ذهبوا ليسقطوا معسكر العمالقة في محافظة عمران، وهو الموقف الذي وجدت فيه الحكومة سببا لتعليق المشاورات خلال 3 أيام مضت. على ما يبدو، جربت الكويت نزع فتيل الحرب التي تجاوزت العام بعد أن جمعت الدولة المستضيفة أطراف النزاع وهيأت الأجواء منذ 18 من الشهر الماضي حتى اليوم. تسعى الكويت إلى بذل المزيد من الجهود لإعادة الأطراف إلى طاولة المشاورات، وبحسب مصادر إعلامية أن وزير الخارجية الكويتي وبمشاركة من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بدأ بالفعل محاولة تطويق الخلاف والعودة مجددا إلى طاولة الحوار. لا قدر الله بقايا.
ميدانيا استشهد طفل وأصيب آخر جراء سقوط قذيفة أطلقتها الميليشيا على منزل في وادي الضباب في تعز. وقال مراسل بلقيس إن قذيفة سقطت على منزل عادل حمادي في قرية النوبة، استشهد على إثرها أحد أبنائه وأصيب والده وابنه الأصغر. وأضاف المراسل أن الميليشيا كثفت قصفها المدفعي على مناطق قرى ميلات والكرساح في وادي الضباب غربي المدينة. ومعنا من الكويت الصحفي علي الفقيه، مساء الخير. اهلا وسهلا فنود. لليوم الثالث على التوالي تعلق الحكومه مشاركتها في مشاورات الكويت، ما الذي استجد لديكم بهذا الخصوص؟ لا جديد، المشاورات ما تزال معلقه. كان هناك محاولات بدل هذا الرئيس الحكومي والد الشيخ لاقناع وفد الحكومه تخلي عن هذا القرار والعوده الى طاوله المشاورات، لكن لان المعطيات لم تتغير لم تزول سوى اسباب التعليق، فلا تزال الحكومه على موقفها الرافض للمشاركه في المشاورات. ما لم تتغير الاحوال على الارض، الميليشيات الحوثية وصالح تخوض في معارك في كل الجبهات، فلما تتفق استعمالها العسكرية خلال الأسبوع الأخير في جبهات اتجاه الشرق والواسطية والمباركة وأيضا في الشمال في نهم ونهم وفي الجو وفي مالك أيضا، وبالتالي كل هذه الأسباب. أستاذ علي الفقيه، يبدو بأننا نواجه مشكلة في الاستماع إليك من مصدر، نعتذر عن رداءة الصوت من المصدر وسنحاول مرة أخرى. هذا وتشهد مواقع عدة في جبهة الأقروض في تعز مواجهة عنيفة بين قوات الجيش المسنودة بالمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال مراسل بلقيس إن قوات الجيش والمقاومة تصدت لهجوم عنيف شنته الميليشيا على مواقعهم في عزلة الأقروض بمديرية المصراخ. وأضاف أن تعزيزات عسكرية للميليشيا وصلت إلى المنطقة، بينها 7 مدرعات و7 دوريات وعشرات الأفراد. وشهدت جبهة الشقب مواجهة عنيفة بعد شن الميليشيا هجوما على مواقع الجيش والمقاومة في منطقة النجادي. وبالعودة إلى الصحفي علي الفقيه، أستاذ علي تسمعني الآن؟ نعم. كنت سألتك عن اليوم الثالث على التعليق الذي أعلنته الحكومة في مشاركتها لمشاورة الكويت، فما الذي استجد لديكم بهذا الخصوص؟ لا تزال الحكومة ترفض العودة للمشاورات. نعم. ما لم يتغير الواقع على الأرض وما لم تتوقف ميليشيات الحوثي وصالح عن الأعمال العسكرية وعن قصف المدن وعن مهاجمة المواقع التابعة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. حاول والد الشيخ أن يقنعهم بالعودة لكنهم رفضوا ما لم يكن هناك معطيات حقيقية متغيرة تزيل أسباب تعليق المشاركة. اليوم من المقرر أن يلتقي بعد قليل أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني بوفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، ويستوضح منهم عن قرار التعليق المشاورات، وسيتبادل الجانبان الرأي في الحال القائمة وما الذي يمكن عمله لإحياء مشاورات السلام وإقناع الميليشيات المسلحة بالتوقف عن الأعمال العسكرية وعن الخروقات التي تكثفت خلال الأيام الأخيرة وصارت حربا ممنهجة في كل الجبهات. نعم أستاذ علي الفقيه، كانت هناك جهودا تبذل من أمير الكويت صباح خالد الصباح، فهل نجحت أو لربما توفر بعض الأمل لإعادة الحلول السياسية أو لإعادة الحكومة عن موقفها؟ نعم، كان هناك لقاء لوزير الخارجية الكويتي برئيس وفد الحكومة اليمنية في محاولة لإقناعهم ب العودة، وأيضا استمع منهم إلى مبررات قرار تعليق المشاركة، وأوضحوا له بأنه لا يمكن الاستمرار في المشاورات بينما الميليشيات الحوثي وصالح تحاول إيجاد واقع جديد من خلال مهاجمة مواقع المقاومة، من خلال قتل الناس في تعز وفي البيضاء بشكل يومي مستمر ومنهج، وتفجير البيوت وقنص المدنيين، وبالتالي يصبح الاستمرار
استمرار المفاوضات عبارة عن مهزلة ويعني شرعنة لما تقوم به الميليشيات على الأرض من قتل الناس. نعم، كان معنا الصحفي علي الفقيه من تعز، شكرا جزيلا لك. من الكويت عفوا، شكرا جزيلا لك. في سياق متصل، قال رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية في مدينة التربة في تعز زعيم المقطري إن أكثر من 27 ألف أسرة نازحة تكتظ بها مدينة التربة وأرياف مدرية الشميتين، ودفعت حرب الميليشيا في تعز الألاف من الأسر للنزوح إلى القرى والأرياف، حيث يعيش النازحون أوضاعا صعبة وترديا في الخدمات المعيشية والصحية. تفاصيل أوفى في سياق تقرير مراسلنا حمزة أمين. هنا في مدينة التربة جنوب محافظة تعز تبدو الحياة طبيعية، توفر المواد الغذائية وتجول الناس كما في السابق قبل أن تحاول الميليشيا منتصف العام الماضي دخولها محاولة استهداف نقاط على مداخلها، الأمر الذي دفع بأبنائها لمواجهة هذا المد الانقلابي، فواجهوا وكسروا تقدم الميليشيا، وها هم اليوم ينشرون النقاط الأمنية من أجل حفظ الأمن فيها. كانت حاولت إلى تسللات من قبل بعض الميليشيات الحوثية، لكن بفضل الرجال المخلصين تم القبض عليهم وتسليمهم إلى قيادة اللواء 35، ونقوم الآن بتأمين المدينة وتنظيم الشوارع. حرمان الحوثيين وقوات صالح من دخول هذه المدينة وتأمينها مبكرا أيضا حولها إلى ملاذ للأسر النازحة من مركز المحافظة مدينة تعز جراء القتال الدائر في أغلب أحيائها، إذ تتحدث بعض الإحصاءات أن عدد النازحين هنا يقدر بنحو 27 ألف أسرة. النازحين الذين وصلوا إلى مديرية الشميتين يزيد عن 27 ألف أسرة في عموم المديرية في الريف، وفي مدينة التربة خاصة يزيد العدد عن 3700 أسرة، بخلاف مراكز الإيواء التي بلغت إعدادها في المديرية ما يزيد عن 27 مركز إيواء فيها ما يقارب 230 أسرة، حوالي قرابة 900 فرد في هذه المراكز، مراكز الإيواء. نرجع تعز نكون نشرب، نرجع مدرسة احنا، نرجع نلعب نذاكر، وإحنا مرتاحين بسلامة. نرجع نروح تعز ولا بين حاجة ولا حاجة مشاكل ولا شيء. تمتلئ العديد من المدارس بهؤلاء النازحين التي تتفاقم معاناتهم يومياً، كونهم حرموا من أبسط متطلبات الحياة الأساسية في ظل غياب الجهات الرسمية. تبدو هذه المدينة وجهة خصبة للنازحين من مختلف مناطق المحافظة، لكنها أيضا ليست ملائمة للاستمرار في ظل تجاهل المعنيين ومحاولة تلمس مشاكلهم. حمزة أمين، قناة بلقيس، من مدينة التربة بمحافظة تعز. إلى ذلك، اتهم الناطق الرسمي للمجلس العسكري في تعز العقيد منصور الحسيني ميليشيا الحوثي والمخلوع باستخدام تعزيزات كبيرة ونقل ألغام ومتفجرات إلى المحافظة. وقال الحسيني في بيان له إن تعزيزات كبيرة للميليشيا قدمت من محافظة الحديدة واتجهت إلى جبهة الضباب غرب المدينة ومواقع أخرى في المخا. وأضاف الحسيني إنه شوهدت ناقلات ودوريات على متنها مسلحون متجهة من المخا نحو مدرية الذباب. وفي تعز أيضا، قال مراسل بلقيس إن قوات الجيش والمقاومة استهدفت دورية وتعزيزات للميليشيا في وادي المعقم غرب مدرية الوازعية. وأضاف المراسل أن اشتباكات عنيفة تدور في تبة المجر وعدد من المواقع، كما قصفت الميليشيا مناطق عدة في المدرية. أهل الوازعية أدرى بشعابها، ففي جبالها يكونون هم بكامل جاهزيتهم المعنوية فقط، والتي تجعلهم يتقدمون للاشتباك مع الميليشيا، أو بالأصح للدفاع عن هذه الأرض التي ينتمون إليها. وإن كانت التعزيزات المادية من خلال الدعم بالأسلحة غير كاملة وكافية، وهو السبب الأكبر ربما بسقوط بعض أجزاء من المديرية الواقعة في أقصى محافظة تعز قبل أسابيع بقبضة الميليشيا، وكانت نتيجة أيضا لتتابع سقوط مناطقها واحدة تلو الأخرى، رغم محاولة مقاوميها استعادة مناطقهم والدفاع بقوة عما تبقى منها. ففي أحيان كثيرة يبدأون هم بالهجوم
كما حدث حين دارت اشتباكات عنيفة بين المقاومة من أبناء الصبيحة والوازعية وميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة المجر والظهورة وعدد من المواقع، ما أدى لقطع تعزيزات كانت في طريقها للميليشيا، فيما استهدفت قوات الجيش والمقاومة دورية للميليشيا في وادي المعقم غرب الوازعية، كما نفذت طائرات التحالف غارتين جويتين في المديرية لدعم المقاومة لتشن الميليشيا قصفا مدفعيا على مناطق عدة وصلت إلى منطقة المنصورة في مديرية المضاربة بلحج. تعد الوازعية والمضاربة مناطق حدودية بين محافظتي تعز ولحج، وبتخطيها سيكون الطريق معهدا للميليشيا للعودة مرة أخرى نحو محافظات الجنوب المحررة. ليبقى السؤال هنا، هل ستترك هذه المناطق الهامة بدون دعم كاف لوقت طويل ليتمكن خلالها الحوثيون من العودة للجنوب؟ أم أن الحكومة الشرعية والتحالف لديهم خطط أخرى مغايرة ربما عما تبدو عليها الوقائع حاليا على الأرض؟ وفي مديرية المصراخ تعرضت قرية الظهرة لقصف من قبل الميليشيا في وقت سابق أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من أبناء القرية بينهم نساء وأطفال، كما بترت القذائف ساق الطفلة أسرار. مراسلنا فواز الحمادي والتفاصيل. لماذا لا أستطيع السير كما يفعل الآخرون؟ سؤال قد يفسر تلك الحركة التي تتكرر في حياة أسرار بشكل شبه يومي، حين تتحسس أقدامها وتركز النظر في أقدام من حولها في هذا المنزل الحزين. قاعد قذائف من اتجاه الحوبان، ثلاث قذائف، القذيفة الأولى قاعدت إلى جوار بيت واستشهد امرأة، وأم أسرار قاعدت يعني من المنقذين، هو جماعة من القرية وكانت ماسك لي أسرار، وبعدين قال القذيفة الثاني استشهد أمها والطفلة أسرار يعني أصاب بالريق وصابوا يعني استشهدوا سبعة هناك بل من القرية من الجيران وسبعة إصابات. قبل أشهر قليلة كانت هذه الطفلة تحاول الوقوف بقدمين، لكن صاروخا من وجهة الإنقلابيين أفقدها الأم وجعلها حبيسة محاولات السير بقدم واحدة إلى ما لا نهاية. أسرار حسبي الله ونعم الوكيل، بس بلي حملنا كذا تجلس أتخيل لما تشل الصندال تعمل فوق الرجل وشل الرجل الثاني تدور عين هيش تعمل رجل الصندال الثاني. حسبي الله ونعم. هي الحرب تغتال الأشياء الجميلة في حاضر الأوطان ومستقبل الإنسان. كل شيء في حياة هذه الطفلة قد يتغير إلا هذه المعاناة وذكرى هذه الحرب السيئة. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مديرية المصراخ تعز. إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية إن مواجهة عنيفة اندلعت بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي والمخلوع في منطقة ذباب في محافظة تعز، وأضافت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من صد هجوم شنته الميليشيا على مواقعهم سقط خلاله قتلى وجرحى من الميليشيا، فيما قتل ثلاثة من عناصر الجيش والمقاومة وأصيب أربعة آخرون. قتل أحد مقاتلي المقاومة الشعبية وأصيب آخر برصاص ميليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة الجوف، وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا خرقت الهدنة وهاجمت مواقع الجيش والمقاومة في جبهة الغيل. وفي مأرب قتل أحد أفراد الجيش الوطني وأصيب آخرون في قصف شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع بقذائف الهاون على منطقة هيلان، وقالت مصادر في المقاومة إن الميليشيا قصفت بالمدفعية معسكر كوفل الذي تسيطر عليه قوات الجيش الوطني، وأضافت المصادر أن الحوثيين وقوات المخلوع شقا طريقا باتجاه التبة السوداء بهيلان لتسهيل مرور تعزيزاتهم العسكرية.
رصد تقرير حقوقي مقتل نحو 281 مدنياً وإصابة نحو 750 آخرين بينهم نساء وأطفال في محافظة شبوة منذ اجتياحها من قبل الميليشيا في شهر إبريل من العام الماضي. وقال رئيس منظمة شبوة للحقوق والحريات سالم ثابت إن حالة حقوق الإنسان تدهورت بصورة خطيرة جراء حرب الميليشيا على المدينة. من ضمن الانتهاكات التي رصدناها أعمال القتل الغير المشروع، حيث بلغ عدد قتل المدنيين في محافظة شبوة 281 مدنيا وأكثر من 750 جريح، من ضمنهم عشرات الحالات أصيبوا بعاهات مستديمة. كذلك القصف العشوائي، تعرض أكثر من 16 قرية ومنطقة في محافظة شبوة للقصف العشوائي. كذلك الدمار الجزئي لأكثر من 176 منزل وتدمير منازل كليا بمادة التي ان تي. كذلك الاعتداء على مؤسسات العامة والخاصة، حيث بلغ عددها أكثر من 26 مؤسسة حكومية وأكثر من 15 مدرسة حكومية وخاصة، والعديد من مرافق الدولة ومحاكم الدولة في عتق وفي بيحان، واستخدامها كمعتقلات وسجون للمناوئين لجماعة الحوثيين وحلفائهم. وكذلك فيما يتعلق بنهب المال العام، حيث يعني نهبت جماعة الحوثيين وحليفهم صالح مبالغ خيالية جدا تتعلق بالموازنة التشغيلية لمحافظة شبوة وبالعديد من رواتب الموظفين وغيرها، حيث بلغت الأموال المنهوبة ما يقارب مليار ريال يمني، بالإضافة إلى بقية الانتهاكات التي ستنشر اليوم بإذن الله في وسائل الإعلام وسترسل. بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة، نفذ الصحفيون والعاملون في قناة بلقيس الفضائية وقفة تضامنية مع الصحفيين المعتقلين في سجون الميليشيا. ودعت الوقفة التي أقيمت في مقر القناة إلى سرعة إطلاق الصحفيين المعتقلين والتنديد بما يتعرضون له من تعذيب وممارسات تعسفية. بأنه ومهما كنا تحت أي سماء وفوق أي أرض، فإننا نشارككم كل أوجاعكم وكل آلامكم، ونتمنى أن تزول هذه المحنة سريعا في أقرب وقت، وأن نلتقي لأجل الحرية ولأجل أن نصنع غدا مشرق بإذن الله. رسالتي اليوم، نحن هنا من أجلهم، من أجل الذي غيبت الميليشيا أصواتهم، من أجل المختطفين والمخفين قسريا من الصحفيين الذين لوحوا بالحرية للجميع، من أجل الدفاع عن حرية التعبير كحق إنساني أصيل ضمنته المعاهدات والبروتوكولات والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أجمعت عليه كل الأمم في كوكب الأرض، ضمن حرية التعبير كمبدأ أصيل. نحن هنا من أجل الذين غيبتهم الميليشيا، من أجل المواقع التي تم إقفالها، من أجل القنوات الإخبارية التي تم إسكاتها، من أجل ما تم نهبه من محتويات لكل المؤسسات الإعلامية. عندما أرادوا أن يسكتوا حرية التعبير في اليمن، كانوا بذلك يسعوا إلى إسكات أهم منافذة للحرية، لكن الحرية موجودة وسندافع من أجلها. في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نطالب الميليشيا بإطلاق كافة الزملاء المختطفين في سجونهم القمعية. نطالب المجتمع الدولي بأن يقول كلمة أقوى، أن يقول فعلا أكثر أثرا لإطلاق هؤلاء المعتقلين، لتوقيف حالة التعذيب التي يتعرض لها الزملاء داخل هذه السجون. ونقول ميليشيا بأنها مهما صنعت لن تسكت. هذا ويصادف 3 مايو اليوم العالمي للصحافة في وقت يقبع فيه 13 صحفيا في السجون، فيما فقد المئات منهم وظائفهم. أكثر من عام وأهل الصحفيين المختطفين في انتظار موعد الإفراج عنهم أحياء أو موتى، فكلا الخيارين صار بالنسبة لهم هاجسا يوميا لا يغيب، ويؤكد معظمهم على تعرض كثير منهم لمختلف أنواع التعذيب الجسدي والإرهاب النفسي، كما أبلغت به أسرة الصحفي عبد الخالق عمران والصحفي صلاح القاعدي
وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة يجد صحفي اليمني أنفسهم موزعين بين ظلمة السجون والمنافي وأرصفة البطالة بعد أن دهمتهم ميليشيا الموت والاختطاف وألحقت بهم أسوأ فصول الانتهاك منذ مارس من العام 2014. قتلت عددا لا بأس به وأخفت الكثير منهم وفصلت العشرات من وظائفهم وألغت مساحة العمل الصحفي بالكامل وحولتها إلى مساحة حرب، سجل أسود لحقوق الإنسان عامة وحريات التعبير على وجه الخصوص. كتبت فصوله بالدم والنار ميليشيا الحوثي والمخلوع، وكشفت عن جانب مفزع منها تقارير المنظمات الحقوقية. مركز الإعلام الاقتصادي سجل في آخر تقاريره 350 حالة انتهاك لوسائل الإعلام والصحفيين خلال العام 2015، وتوزعت الانتهاكات التي تسببت بها الميليشيا بين حالات قتل بلغت 15 حالة و13 حالة إصابة و214 حالة اختطاف وعشرات الاعتداءات. تتضاعف أرقام الصحفيين المعذبين على الرغم من التقارير الدولية المنددة، إلا أن ميليشيا الحوثي لا تزال تصر على الاستمرار في سياسة التنكيل بهم والتعامل معهم من زاوية أنهم يشكلون أكبر خطر على البلاد وأمنها واستقرارها. هذا التحريض العلني وتداعياته على الأرض دفع الاتحاد الدولي للصحفيين لإطلاق حملة دعم للصحفيين اليمنيين، فيما صنفت مراسلون بلا حدود ميليشيا الحوثي ثاني جماعة في العالم بعد تنظيم داعش من حيث الانتهاكات. رغم ذلك لم يرى صحفي اليمني وأهاليهم أكثر من بيانات الشجب والإدانة والشعور بالقلق حيال حياتهم، فيما كبر الخوف من واقع لا يجد كثيرون منهم غير طريق واحد هو انتظار الموت أو الخلاص بأي ثمن. النشرة مستمرة معكم من قناة بلقيس وفيها بعد الفاصل. منظمة الشفافية الدولية تكشف تصدر اليمن قائمة الدول العربية الأكثر فساداً. وفد الحكومة في الكويت يؤكد تعليق مشاركته للمشاورات احتجاجا على خروقات الميليشيا. استشهاد طفل في تعز وخروقات الحوثيين مستمرة في الوازعية والجوف ومأرب. في اليوم العالمي للصحافة صحفيو اليمن بين السجون والمنافي. أهلا بكم مجددا. تصدرت اليمن ولبنان ومصر قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم العربي بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية. وكشف التقرير عن ارتفاع وتيرة الفساد في 9 دول عربية خلال العام الماضي إلى 84%، مشيرا إلى أن 61% من اليمنيين يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة الماضية. وقال 77% من المستطلعين في اليمن إنهم دفعوا رشوة مقابل خدمة عامة، وأن أكثر من 91% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن أداء السلطة التي تسيطر على الأوضاع في اليمن سيء. عثرت عمليات مركز شرطة كريتر في محافظة عدن على حقيبة تحتوي مواد متفجرة بجانب صناديق النفايات قرب سوق كريتر. وقال مصدر في شرطة كريتر إن قوة أمنية عثرت على المواد قرب صندوق النفايات وتم التحفظ عليها إلى أن يتم إتلافها لاحقا. ودعت الشرطة المواطنين ممن لديهم مواد متفجرة من بقايا الحرب إلى إشعار الأجهزة الأمنية حتى تتعامل معها بطريقة صحيحة، محذرة من إتلاف المواد المتفجرة ورميها في النفايات. شهدت منطقة ديس المكلا ليلة أمس اشتباكات عقب قيام عناصر من قوات الجيش بمحاصرة منزل يشتبه بإيوائه عناصر مشبوهة. وقال شهود عيان لقناة بلقيس إن قوات الجيش فرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط المنزل ومنعت المواطنين من الاقتراب من المنطقة. وأضاف شهود العيان أن الاشتباكات استمرت لوقت قصير وانتهت بسيطرة الجيش على الموقف وبالتعامل مع المسلحين. ايش في سوريا الحافه
بدأت عودة الحياة من جديد إلى أروقة المدارس والجامعات في المكلا، إذ انتظم آلاف الطلاب في صفوفهم الدراسية بعد أكثر من أسبوع على تحرير المدينة من سيطرة تنظيم القاعدة. ويأتي استئناف العملية التعليمية في المكلا وبقية مدن ساحل حضرموت عقب أيام من استعادة الحكومة الشرعية السيطرة على المدينة وتحريرها من قبضة عناصر التنظيم. عادت الحياة لتدب من جديد في أروقة المدارس الحكومية في المكلا وبقية مدن الساحل الحضرمي بعد أيام من التوقف جراء المعارك المسلحة التي خاضتها قوات النخبة الحضرمية والتي نجحت من خلالها في إنهاء سطوة مسلحي جماعة أنصار الشريعة على تلك المدن. وهكذا يبدو المشهد في المكلا، تكتظ المدارس بطلابها الذين حرصوا على التوجه إليها، فتجدهم في الصفوف يتنافسون على تحصيل المعرفة، وفي فترة الاستراحة هم يلعبون ويمرحون بأمان، بعدما استشعروا الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات المحلية في حضرموت في بسط الأمن وتطبيع مشاهد الحياة فيها. بالنسبة لسير الدراسة مشت العملية التربوية التعليمية بشكل جيد وجميل بعد دخول قوات النخبة الحضرمية وقوات التحالف، والحمد لله تمشي أمورنا بشكل جيد وجميل في استمرار العملية التربوية والتعليمية في المدرسة. والمشهد في الجامعات لا يختلف كثيرا، فهذه جامعة حضرموت والرابعة على قائمة الجامعات اليمنية من حيث الأهمية. بدأت كلياتها 15 في فتح أبوابها واستقبال الآلاف من طلابها لمواصلة استكمال العام الدراسي 2015-2016 والذي تأخر لأكثر من 6 أشهر بسبب ضعف الإمكانات المالية وفقا لرواية الجامعة الرسمية وتدخلات عناصر القاعدة في سير العملية التعليمية وفقا لرواية أخرى. أخيرا شهدت جامعة حضرموت عودة العملية التعليمية بعد الأحداث الأخيرة التي مرت بالمحافظة، وعودة الحياة التعليمية من جديد أكيد حتسعدني كطالبة وحتسعد بقية الزملاء، ونتمنى من الله عز وجل أنه جامعة حضرموت ما ترجعش توقف تاني، وخصوصا أنه قد توقفت 6 شهور من قبل واستأنفت الدراسة وتوقفت مع الأحداث الأخيرة، فإن شاء الله أنه تكون هذه آخر توقيف لها وما تتوقفش مرة تانية. وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعطيل الدراسة الجامعية في السابق، إلا أن قاعات المحاضرات الممتلئة بالطلاب ترسم اليوم ملامح مستقبل يأمل أبناء حضرموت أن يكون السلام والازدهار هي أبرز سماته. مع عودة الحياة إلى المدارس والجامعات في المكلا تكون المدينة قد قطعت شوطا كبيرا في مسار تطبيع الحياة العامة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا. من ناحية أخرى، نشطت حركة الإنشاءات في سقطرى، حيث شرعت السلطة المحلية في توسعة ميناء الجزيرة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي. التقرير التالي والتفاصيل. لعشرات السنين ظل أبناء سقطرى يصفون الكلام عن ميناء حديث في جزيرتهم بأنه حلم، وكما يقولون فقد كادوا ينسونه. بميناء حلاف الذي هو أساس المطلب السقطريين ومطلب أهل سقطرى من زمان، والذي تحقق كحلم يراودنا جميعا بأبناء سقطرى، والذي نحن نسعى دائما مرارا، كنا صغارا وكنا حتى وصلنا إلى هذا الحد، ونحن نطالب بإنشاء ميناء سقطرى. واليوم ورغم صعوبة المرحلة وقسوة الإحساس بالخذلان عقب إعصارين ضربا الجزيرة، فقد لاح معتقد استحالته، حيث يجري العمل على إنشاء الميناء وتوسعته. ووفقا للمختصين فمن شأنه أن يسمح بوصول مختلف أنواع السفن التي تحمل البضائع والتي تحتاجها الجزيرة البعيدة، ويجري العمل في عدة مشاريع داخل الجزيرة وسط مخاوف من أصدقاء البيئة الذين يرون أن كل توسعة وكل خطوة يفترض بها أن تضع في الاعتبار احتواء الجزيرة على غطاء نباتي فريد، وأن يكون صون مكونات الجزيرة مقدما على التنمية ومراعيا لاشتراطات الحفاظ على الجزيرة التي توصف بأكثر المناطق غرابة في العالم وفق تصنيفات موقع التراث العالمي. نبه المركز الوطني للأرصاد سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من المناطق الغربية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية،
وحذر المركز من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في المنحدرات الجبلية والتدني المتوقع في مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل السحب المنخفضة الكثيفة وهطول الأمطار. وصلنا إلى نهاية النشرة، نذكر بالعناوين. وفد الحكومة في الكويت يؤكد تعليق مشاركته للمشاورات احتجاجا على خروقات الميليشيا. استشهاد طفل في تعز وخروقات الحوثيين مستمرة في الوازعية والجوف ومأرب. في اليوم العالمي للصحافة صحفيو اليمن بين السجون والمنافي. مشاهدينا، قدمنا هذه النشرة لكم من قناة بلقيس، وللمزيد يمكنكم العودة للأخبار العاجلة من موقع القناة الإلكتروني والتفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.